آخر كذلك يتنازل لأخيه ونقترب من بعضنا، وفي نهاية الأمر سنعود إلى الله، سيحاسبنا على كل تصرفاتنا، على كل ما اقترفنا في هذه الدنيا. بالله هل اقتل أخوه وسفك دم أخيه، بالله بماذا سيقابل وجه ربه يوم القيامة؟ سيأتي هذا القتيل ودمه يشخب، وسيقول يا ربي قتلني، سيسأله الله عن سبب قتله لأخيه، ماذا سيقول لربه؟ راهي مسؤولية عظيمة، راهي مش سهلة. راهي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار، في دم مؤمن واحد. إذن نحن نحتاج إلى أن نحب بعضنا أكثر، نحتاج إلى أن نحب بعضنا، نحتاج إلى أن نرتفع على خلافاتنا بعقل، بمنطق، بحكمة، بروية، بإخاء، بمحبة. هذه الأرض خلقها الله لنا جميعا لنستثمر خيراتها، لنعيش فوقها بسلام، بأمان. فلماذا ننغص هذا الإطار الجميل الذي أعده الله لنا لنحيا في سلام؟ ديننا الحنيف يوصينا خيرا حتى بالبيئة، حتى بحيوان. عندما تقتل حيوان لضرورة يجب ألا تقتله إلا بالإحسان. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء، إن الله كتب الإحسان في كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني حتى إذا كان حيوان ضار وباش تقتله، الإسلام يقول لك يلزم يكون في قلبك رحمة، ما تعذبوش، ما تنكلش به، مش تقتله وتحرقه، ولا تقتله وتذبحه، ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستاذ محمد، التعايش بين الديانات أمر حاضر في ثقافتنا الإسلامية، فما بالك بين أبناء الملة الواحدة وبين أبناء الدين الواحد؟ معنا احنا حتى اذا كان نسالوا ابائنا وامهاتنا يقول لك راه كنا نعيش الى جانب بعضنا مع ناس من اديان مختلفه ونتعايش معاهم، هم يحترموا ثقافتنا احنا نحترموا ثقافتهم، هم يحترموا عاداتنا احنا نحترموا عاداتهم، فما بالك بين ابناء الدين الواحد؟ والله في الحقيقه نحب نتفاعل مع كلام سي احمد. نعم. وتحدثوا عن مستويين اثنين، ثم مستوى شعبي وثم مستوى سياسي. في المستوى الشعبي، الشعب هذا فيه من الأخلاق وفيه من القيم وفيه من المحبة وفيه من الرحمة وفيه من التصافي والصفاء وفيه من حب الخير الشيء الكثير والكثير والكثير. ودليل ذلك ما عشناه بعد الثورة مباشرة. بعد الثورة مباشرة كانت القوافل قافلة قافلة من جهة إلى جهة أخرى. من باب ماذا؟ من باب وقوف التونسي إلى جانب الجانب التونسي. ريناه، ونريدها أن تتواصل دائما، ويريد أن هالمبادرات هذه تتكثف يوم بعد يوم لأنها تعبر فعلا عن صفاء القلب. أكلي مش نجي في المستوى الثاني. نعم. ارتقى التونسيون في مستوى العطاء إلى جيرانهم، ولاو التوانسة يستقبلوا في ليبيا وديارهم وأملاكهم وأرزاقهم وكل شيء يتقاسموا فيه مع خياننا الليبيين. هذا إيش معناه أن يكون المسلم أخل المسلمي؟ هذا إيش معناه إنما المؤمنون إخوة؟ هكذا إيش معناه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ هذا المستوى الأول. الخير مازال في شعبنا، الرحمة مازالت في شعبنا، القيم النبيلة مازالت في شعبنا. هذا في المستوى الأول، المستوى الشعبي. المستوى السياسي، عندما تدخلت السياسة عبر لعبة المصالح واستعملت وسائل الإعلام لأجل الانتصار لهذا الحزب أو لذاك، حصلت الهوى بين الشعب وما بين رجال السياسة. نعم. ولاو رجال السياسة وعبر الإعلام يتحثوا على مشاكلهم هما ونساوا همومهم تاع الشعب. ولهذا هذا مش باهي، هذا اللي حصل. شنو ذنبه هالشعب المسكين هذا هو يمشي حصل في جرة المصالح الضيقة؟ هذا اللي حصل له، هذا ما يلزمش يكون. احنا تو من هذا المنبر نقول لو ان وسائل الاعلام من لحظتنا هذه من الاوقات التي نعيشها راهي عندها القدرة على ان تهفت الاجواء، عندها قدرة على ان تحبب المواطن التونسي في العمل،
عندها قدرة على أن تحبب التونسي في أن يجعل مصلحة الوطن هي فوق كل اعتبار. هذا واجب يا سي محمد، هذا واجب على وسائل الإعلام، ولكن الواجب الأكبر على القادة أيضا، على أهل السياسة أنهم يكونوا هم القدوة، أنهم هم اللي يهديوا الوضع باش الوضع يهدى فعلا. الوضع يهدى، الوضع يهدى. احنا رجال السياسة وين قاعدين نراو فيهم؟ ما هماش قاعدين نازلين للميدان وماشيين للجهات ويراو في الناس اش ناقصهم وناقصهمش. ماهيش قاعدين نراو فيهم في التحام مباشر مع المواطنين لمعرفة مشاغلهم ومشاكلهم، ثماش هذا، وإنما نراهم عبر الشاشات ونراهم عبر المنابر وعبر الحوارات. الحوارات اللي ثمش هي الحوارات هي عبارة عن صراعات وعن نزاعات بين الأحزاب المختلفة بين السياسة. نعم، وبعض وسائل الإعلام تغذيها، تغذيها حتى أصبحنا نسمع في الكلام السيء واللي بالتنابز بالألقاب والحط من القيمة الشخصية للإنسان واعتباره ذاتي. هذا الكل قسم المجتمع وخلى ثم ضغينة وثم أحقاد. ومع ذلك لو كان الناس تتعقل، لو كان وسائل الإعلام، بعض وسائل الإعلام تقوم بالدور متاعها كما ينبغي في لحظتنا هذه، في زماننا هذا، واجب الوقت الآن، واجب الوقت. كيف ما قال المواطن الساعة منذ قليل، ألا أن التوانسة يقربوا لبعضهم، على أن ينساوا جميع المشاكل اللي عندها علاقة بالسياسة ويخمموا في البلاد ويخمموا في اقتصاد البلاد. نعم. ويخمموا في السبل التي من شأنها أن تعيد الطمأنينة إلى كل تونسي. إن شاء الله نواصل مع المكالمات الهاتفية إن سمحت يا أستاذ أحمد، سأعود إليك لأنه فما مكالمات عديدة واردة علينا اليوم في زدني علما، ونحاول نسحلها المجال ومرحبا بها، لأنه ديما مش يكون برنامج مباشر وسيفتح لكم المجال للتحاور ولإبداء الرأي. معنا نرمين بن علي من سفاقس. مرحبا يا نرمين، مساء الخير يا نرمين، إذا كان حاضر معنا. مرحبا بك نرمين. يعيش أخويا نور، مساء الخير. مساء النور. فيك ولضيفك الكرام. يعيشك. والله يا أخويا كنت أتابع في الحصة ما بديتهاش من الأول. مرحبا بك. يعيشك. تفضل يا نرمين. أيوة. الأمر يحير فعلاً. لكن عندي سؤال بسيط برشا. بتمنى تم إجابة عليه. بغض النظر على شكون الصحيح وشكون الغالط وشكون كذا، حتى تم ملاحظة إنه تم برشا مغالطات إعلامية. هل الكنجم السياسة أو الخلافات السياسية أنها تغير من إيديولوجيا شعب كامل، من عقلية شعب كامل مبنى عليها قرون؟ يعني مجرد خلافات سياسية يولي هو معناتها ما نعرفش، قوة يضرب قوة والقوة يشد قوة. معناها أنت تعتبر أنه نرمين العارض السياسي الطارئ السياسي مش ممكن أبدا أنه يغير من الأصل، ومش ممكن أبدا يغير من الثوابت اللي تبنيت عليها هذه الأرض الطيبة، حتى وإن كان هذا الطارئ موجود في مرحلة معينة ما يزموش يأثر التأثير السلبي على ما هو ثابت وعلى ما هو أصل، لأنه احنا ثابت لدينا أنه جسد واحد وأمة واحدة ونختلف، وهذا مهم ديما نقولوه، راه الاختلاف باهي، باهي أنك تكون فما مغايرة في الآراء، ولكن المغايرة ما يلزمهاش تخلينا نمحي الأصل والقاعدة الأصلية اللي بنينا عليها. نعم نرمين، يعطيك الصحة. لدرجة فك الدماغ زعما؟ لا إن شاء الله، إن شاء الله لا، إن شاء الله لا، إن شاء الله لا، هذا ما نرجوه، هذا واقع ربما وسيناريو موجود في بلاد عربية، وإن شاء الله السيناريو التونسي هو غير السيناريو المصري. مع الشكر والتحية ليك يا نرمين. يعيشك. شكرا. شكرا لك يا نرمين، مع التحية. أستاذ أحمد، أردت أن تواصل في الفكرة المتصلة. نعم، بقضية الواجب. قضية الواجب. الواجب على وسائل الإعلام، وتواصلا مع ما تفضل به أخي الأستاذ محمد وما كنتما بصدد التحاور فيه، واجب وسائل الإعلام. أنت قلت أستاذ نوري هذا واجب، لكن مدى تفعيل هذا الواجب في الواقع؟ هل نرى وسائل الإعلام على وتيرة واحدة؟ ألا نرى في وسائل إعلامنا في المحيط التونسي وسائل إعلام تصب الزيت على النار، بل تدعو إلى العصيان المدني حرفياً، مش بالتلميح، مش بالتضمين، بالتصريح، يدعون إلى عصيان مدني ويستضيفون أشخاصا يحرضون المواطنين على العصيان المدني وعلى وعلى وعلى. فلا حول ولا قوة إلا بالله، كيف ينزلق
الإعلام اللي هو من المفروض يحمل رسالة وطنية قبل كل شيء، يحمل رسالة إنسانية، يحمل رسالة حضارية. وإذا نقول إنسانية وطنية وحضارية معناها تحضر فيها القيم، نعم طبعا، معناها تختفي منها الحسابات الضيقة والإيديولوجيات المقيتة التي لا يرضى عنها الإنسان الأبي والمواطن الشريف. نعم، هي رأوا دور وسائل الإعلام دور مهم ودور كبير، ورسالته هي رسالة مهمة أستاذ أحمد، ولكن المسؤولية المناطة بالإعلام ليست هي كلها مسؤولية الإعلام. إذن هو طرف، هو طرف، وهو طرف رئيس، لأنه أنا نجم نشاهد حتى الفضائيات العربية، نعم، حتى الفضائيات الأجنبية قد تبث خبرا وقد تعالج مسألة معينة، ولكن أنا وين عقلي، وين اختياري في مستوى التنبؤي أو في مستوى تقبل الرأي اللي ربما راه منحرف. هناك تعبئة رأي عام، نعم، هناك شحن، هناك استمالة لبعض ربما ضعاف العقول والقلوب. طبعا احنا ماناش نتوجه بالكلام هذا لكل وسائل الإعلام، نعم، لا ليس هذا، نعم، ولكن فما تفاوت، وفما وسائل إعلام يعني ذهبت إلى أقصى الحسابات الضيقة والحسابات الإيديولوجية المقيتة، نعم، واحنا كما قلنا رسالة الإعلام هي رسالة حضارية إنسانية وطنية، نعم. وإذا قلنا حضارية إنسانية وطنية معناها لابد أن تحضر فيها القيم، ويبقى الإعلام طرف من الأطراف، فأهل السياسة، نعم، والمواطن العادي ومعناها الجمعيات وكل مكونات المجتمع المدني هي تتحمل مسؤولية، الجميع يتحمل مسؤولية، نعم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نواصل مشاهدينا الكرام مع المكالمات الهاتفية الواردة علينا في زدني علما. مش نمشيو لسوسة مرة أخرى مع أخونا مصطفى. مرحبا بك سي مصطفى، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. مرحبا بك وبكل مشاهدينا الأعزاء في سوسة. بارك الله فيك، عايشك. تفضل سي مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بالله توا البلاطو هذايا نتاع الناس الأفاضل هذوما ماذا بيا كان يبلغوا للجماعة الأخرين يعرفوا تونس وأنها هي منارة الإسلام في شمال أفريقيا. منارة الإسلام في شمال أفريقيا، نعم. والمسؤولين وكل المثقفين ثقافة متاع تونس وتربية عالية وإخلاق ودمث و و و و به. والجماعة المجلس التأسيسي اللي توا يعارضوا الجماعة الأخرين اللي معناها توا غايرين على الشرعية متاع مصر، علاش ما يخلوناش الشرعية نتاعنا احنا توصل هكاك؟ مازال لها شهرين تقريبا ولا ثلاثة شهور والصندوق يقول الكلمة نتاعه والناس تواصل العمل نتاعها بدون معناها يعني مشاكل، بدون حتى الناس يجي تو يتنصب ويحبوا يتنصب تو باللي اش مش يعرف هو في حد ذاته، اش مش يعرف من الإدارة، مش يقعد فيها شهر ولا شهر نصف باش يعرف الدوسيات ويعرف كذا ويعرف كذا. ثم زي ثلاثة شهور يحكموا العقل شوي، ماذا بين يحكموا العقل شوي وخلون الدنيا رايدة ويكملوا، وتو البلاطو يجيب حسابه معناها من غير مشاكل، من غير يعني حسابات، نعم، رايك يعني اللي هي ملفتة، نعم، واللي هي معناها سهل. رأيك وصل أخويا مصطفى، أنت تدعو دائما إلى تحكيم العقل، وهذا باين أنه الإنسان يحكم العقل. شكرا لك، جاتك صحة يا سي مصطفى، وتحياتنا من جديد لكل مشاهدينا في سوسة. سي محمد، تحكيم العقل هو الحل، لأنه صحيح الإنسان ساعات يكون تحت وقع العاطفة والأحداث الأليمة اللي يراها أحيانا في بعض الفضائيات أو في بعض المواقع يخليه يتألم، ولكن ردة الفعل زي ما تكون مدروسة، وردة الفعل لازم تكون حكيمة ومتعقلة. نعم، ومن خلال تدخلات المشاهدين الكرام، نعم، يبدو على أن ثم صوت واحد غالب عند التونسيين وهو صوت الحكمة والعقل، نعم، لأن التوانسة بطبعهم يرفضون العنف ويرفضون الفوضى ويرفضون الدخول والاتجاه إلى المجهول، وحنا على الأقل هذه عينا ريناها. صوت الحكمة صوت العقل يجم يغلب وقتاش؟ احنا ربي سبحانه وتعالى يعطينا تجارب الجماعات البشرية والأمم وإلا المجتمعات المحيطة بنا لنعتبر
نحن عندما نتحدث عن مصر ونسأل الله أن يجنبها كل مكروه، نعم، نتحدث من باب الاعتبار، نتحدث من باب الاعتبار، لا من باب أن تكون التجربة موجودة من جديد، لا لا قدر الله، لأن عندنا في تونس من الطاقات ومن إمكانيات ومن القدرات ومن الكفاءات ومن الجمعيات ومن المنظمات، هذه كلها مش تتدخل من أجل ماذا؟ من أجل تغليب صوت العقل. هاك علاش رجال السياسة، وهاك علاش الأحزاب السياسية، وهاك علاش أهل القرار في البلاد يلزمهم يستمعوا إلى المواطنين، ويلزمهم ياخذوا بعين الاعتبار مشاغل المواطنين. التوانسة الكل توا على قلب رجل واحد، يحب الهدوء، يحب الرياض، يحب بلادنا تخرج من الفترة هذه بسلام، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان هك التصافي اللي تحدثنا عليه. إحنا رأوا تختلف العقول ولكن تجتمع القلوب، قلوبنا متجمعة وعقولنا مختلفة، واختلافنا في عقولنا راهو مش من أجل التناحر، وإنما من أجل تحقيق مصلحة البلاد ومصلحة مصلحة، نعم، العباد، نعم. هذا اللي نرتجيه، وأعتقد جازما وأنا على ثقة من ذلك على أن راهي تونس كيف ما قال هو فيها منارة كبيرة اللي هو جامع الزيتونة، وفيها رجالات عظام، هؤلاء هم الذين بجهودهم وبمسؤولياتهم وبكفاءاتهم هما اللي ماشي يرجحوا صوت العقل ويخلينا نخرج من الفترة هذه بسلام بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى نواصل مع مكالماتنا الهاتفية إن شاء الله، ناخذ أكثر ما يمكن منها في حصتنا اليوم مع أخونا الطيف بن موسى من قبلي. مرحبا بك أخونا الطيف، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لقناة القلم وللأخ نوري والأخوين العزيزين والصديقين سي محمد المديني سي أحمد بوشخيمة. شكرا يا أخ الطيف. شنحو لك بلي أخوي الطيف؟ الحمد لله، نسأل الله العافية لأمة الإسلام جميعا. الموضوع شيق. مرحبا بك. الله يبارك فيك. والله يا أخي مأساة الأمة في هذه الفرقة وفي هذه المحنة التي نتمنى زوالها. الإسلام لا يحضنا على الفرقة والتناحر والتقاتل، وإنما ننظر ما المأساة التي تقع في مصر والمجازر والذين يصفقون لها والذين يريدون أن يتحول هذا الأمر إلى بلادنا. فتونس بلد الخير، شعب متماسك، شعب مسلم الحمد لله، له من القيم الخلقية وله من الفهم والإدراك والتعاون والانسجام. وقد لاحظنا هذا يعني في بداية إسقاط النظام، تماسك بين الجهات وتعاون وتوادد وقوات الخير، نعم. لكن السياسة أثرت علينا، الأحزاب السياسية هي التي أثرت على هذا الشعب. فنريد من أهل السياسة أن يتعقلوا، ووسائل الإعلام قد وظفت وهنالك اصطفاف خطير نخشى على شعبنا من هذا الاصطفاف، وبالتالي نريد لصوت العقل أن يعلو وللحكمة أن تسود ولأهل الخير أن يتكلموا بالحق، وأن يخفت صوت العنف والتقتيل والدماء والإرهاب والتعذيب والفتنة. وإسلامنا وديننا يحثنا على التعاون والانسجام، بينما هذه الأصوات الناعقة التي تريد أن تفتن في الأمة وتريد أن تخرج الأمة عن مرجعيتها الأصلية، فمرجعيتنا إسلامية، وهذه المرجعية الإسلامية هي الضامن الوحيد لإخدام الشعب. نعم، لكل رأيه ويحترم الرأي في إطار تبادل الآراء، لكن لا على أساس الفرقة والتناحر والتقاتل. يعطيك الطيف، احنا سعداء بهذا التدخل المباشر من قبلي، لأنه كل المكالمات اليوم في البرنامج كلها تجتمع على تغليب صوت العقل، وهذا هو البارز. احنا نهار 14 جانفي الناس الكل خرجت لكي تثور على كل أشكال الفساد وعلى كل أشكال الظلم وعلى كل أشكال القهر، ولكن ما نحبوش اليوم نشوفوا هذه الجهود تتشتت. نحب الناس الكل تكون يد واحدة وتكون قلوب واحدة، وربما مش تقاوم بعضها لأنه اختلفت سياسيا أو اختلفت ايديولوجيا، لا، وإنما تقاوم الفقر، تقاوم البطالة، تقاوم المشاكل الاجتماعية، تقاوم كل الأشكال اللي تخلينا نوخر. لذلك نحن مدعوون جميعا أن تتحد الجهود وتكون كلها منصبة من أجل
الارتقاء بتونس إلى ما هو أفضل وأحسن، حتى دائما نقولها حتى وإن اختلفنا. شكرا لك خويا لطيف، نحب نحييك ونحيي كل مشاهدينا في قبلي، وإن شاء الله دائما نتلقاو معكم في الخير. شكرا وتحية لكم. يعيشك، شكرا لك. إذن نشوفوا من مختلف الولايات سي أحمد صوته الحكمة، وهذا بهاي معنا في الشعب التونسي اللي عودنا ديما بوعيه، عودنا دائما بتناوله لأمهات القضايا بفكر رصين، وهذا هو البه. هذا ليس غريبا، ليس غريب على هذا الشعب الطيب الذي عبر التاريخ القديم والحديث أثبت تماسكه وتضامنه، أثبت أنه من طينة جيدة، أثبت أنه راسخ في هويته وفي أصالته. احنا كيف نستقرأ التاريخ ونشوف الهزات التي كادت تعصف بالبلاد منذ العهد الفاطمي والتناحر الشيعي السني وإلى هذه دروس يلزمنا الإنسان يستقي منها العبر يا أستاذ أحمد. التاريخ ليس لسرد الأحداث، التاريخ لنأخذ منه العبر فعلا. والله تعالى يوصينا بذلك في القرآن، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، معناها وعاقبة الأمم السابقة، ونجد إشارات كثيرة في القرآن تدعونا إلى التأمل وأخذ العبرة من كل ما هو تاريخي. والحمد لله أنا شفنا من أماكن مختلفة من تونس، وكل الناس تدعو إلى التعقل وإلى الحكمة وإلى الرصانة وإلى نبذ الخلافات وإلى تغليب المصلحة العليا، مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية الآنية السياسية الضيقة الإيديولوجية. نعم، نزيد نواصل دائما مع مشاهدينا الكرام في تفاعلهم معنا اليوم في زدني علما. نمشي لخونا عبد الله من بن عروس، مرحبا بك خويا عبد الله. السلام اخويا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك. وبيغا يشيك. شنو أحوالك خويا عبد الله، لاباس؟ ولله الحمد والشكر. مأنسنا يا خويا، راهو في زدني علما. برنامج شيق. يعيشك. وأنا واحد من الناس مواطن تونسي، يعني حتى نزلت على الكوموند جات للقناة كأني نحلم، ما نعرفش يعني. أخويا علاش تحلم؟ راك في الحقيقة. مرحبا بك. فكرت الماضي، فكرت الماضي اللي ما فماش الشيء هذا. انشرح صدقني صدري، انشرح انشراح كبير. وحبيت باش يعني ندخل أبواب كلمة يعني. مرحبا بك. مرحبا يا عبد الله، مرحبا بك. وبيت عايشك رحمة الله ليك. ربي سبحانه وتعالى يقول إن المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. صحيح. ولا إله إلا الله محمد رسول الله. إحنا يلزمنا نصلحوا ما بين الناس. ما يلزمناش باش نتباغضوا ولا باش نتحاسدوا ولا يصير فينا ما يصير كما صار في بلدان أخرى. ولذا يلزمنا نحكموا على العقل ولا إله إلا الله محمد رسول الله. يلزمنا نمشي على طريق واحد. والحاجات اللي صايرة يعني في الأحزاب وفي بعض يعني اللي جماعة التأسيس يعني اللي خرجوا يعني شادين القصبة اللي شادين برضو، شوفوا كيفاش يعني بشوية رجعوهم يعني. ما لهم إلا توانسة وما لهم يعني من مسلمين كيفنا وقيانا، يلزمنا رجعوهم بشوية بشوية. فيهم يعني فئات اللي قاعدين يحرضوا، قاعدين يعني يعملوا في عمليات يعني باش يهدموا اللي تبناه في تونس واللي الحمد لله يعني تحقق في تونس. والحمد لله اللي يعني الشعب توا يعني شعب يعني مرتاح رايض، يعني ماهوش يعني كما كان قبل، يعني ما يخرج من الدار منرفز يروح منرفز. والله صدقني نخرج من الدار يعني اعصابي قبل، يعني نحكي لك يعني قبل الثوره نخرج باش نمشي للخدمه يعني باعصابي ونروح باعصابي. والحمد لله توا الانسان يقول يروح يعني مرتاح ويمشي مرتاح، يعني في عباره يعني في جنه. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا سي عبد الله. واحنا نحبوك ديما انت مرتاح، ونحب الشعب التونسي الكل مرتاح راه، وحتى وكان ثم طرق مختلفه، انت قلت طريق واحد، ان شاء الله نلتقي على طريق الحق. ولكن حتى كان كل واحد مشى في طريق، ومع ذلك نلتقي على حب تونس وعلى حب هذه الارض الطيبه وعلى نصره القيم الطيبه اللي يدعو اليها ديننا الحنيف
ومن غير شك الناس الكل ان شاء الله تجتمع عليها، لانه في اجتماعنا عليها راهو اجتماع على وحده هذا البلد وتماسكه اللي ان شاء الله ديما يبقى صامدا صامدا. شكرا لك سي عبد الله، نحب نحييك. نشكر بالله ونشكر الاخوه اللي في البرنامج، الاساتذه الاستاذ محمد المدنيني والاستاذ احمد بوشحيمه، وان شاء الله ربي يكثر من امثالهم باش يشوفوا في كل القنوات، مش في قناه القلم ولا في الناس ولا في اي قناه يعني. يعيشك يعيشك، يعطيك الصحه يا عبد الله. يا خويا كمل معنا. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا، كمل معنا البرنامج وان شاء الله ديما مرتاح البال. مرحبا بك سي محمد. ختاما في حصتنا اليوم، ينتصر دائما التونسي الى الاعتدال والتوسط، ينتصر الى التماسك، ينتصر الى التناصح والاجتماع، وهذا هو الشعب التونسي، هذا هو اصل الشعب التونسي، اصل انه اصله اصيل. ما يثلج الصدر ان المواطن البسيط يتكلم بلغه الحكمه وبلغه العقل. المواطن الاخير، المشاهد الاخير اللي يتكلم يقول حتى وخيانا اللي في برد واللي خرجوا من التاسيس ماذا بينا يعودوا يرجعوا، يعني على ان التونسي في نهايه الامر ما فيش هيك الحقد وك الضغينه وك الكراهيه. الخوه التونسي كان محلاها عفوية. اش معناه يقول؟ لأن أفراد الأسرة الواحدة اختلفوا، وقت اللي اختلفوا ما يلزمش يتبعدوا، يلزمهم يتقاربوا. هذه دعوة من مواطن بسيط، هذه رسالة مضمونة الوصول إلى جميع الأحزاب السياسية. ليش؟ باش يتلاقوا. من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة البلاد، وإن شاء الله تكون الحوارات وتكون المنابر اللي موجودة في الفضائيات في مثل هذا الاتجاه، لأن في مرحلة متاع شدة، وما أفضلش من أنه التونسي يكون بجنب التونسي، وما أفضلش من أن نحل مشاكل البلاد بالتقارب لا بالتنافس. إن شاء الله هذا التقارب هو الحاصل بيننا جميعا، لأنه به هو بإمكاننا أنه الناس الكل نتغلب على الصعاب. مش نمشي من جديد إلى مشاهدين الكرام، وإحنا سعداء بأنه اليوم نتجول عبر مختلف ولايات الجمهورية. مش نمشي إلى قفصة وإلى أختنا أمينة. مرحبا بك يا أمينة. عسلامة. مرحبا بك أمينة. يعيشك. شن أحوال قفصة مينا؟ سلمنا عليهم الكل. يعيشك لاباس الحمد لله. اللي شاهدونا الكل في قفصة نسلموا عليهم، وانت زاد سلمنا عليهم. يعيشك. بالله نحب نحكي على الكلام اللي حكى فيه سي مكرم من بكري. أيوة. سي مكرم الرقيق من صفاقس. أيوة. يلزم ما نقصوش الإعلام، بالعكس يلزمنا الكل نكونوا مع بعضنا، وكل نكونوا يد واحدة. وهذا اللي قاله مكرم راهو، هذا اللي قاله مكرم. ما إيه عليه نقصوش. أيوة. الإعلام. احنا عملنا الثوره بس الناس تتضامن مع بعضها نعم. وناس يلزم الناس كل يكونوا يد واحده. صحيح. عليه اقصاء الاعلام. لا لا ليس اقصاء الاعلام، لا لا ما قالش مكرم اقصاء الاعلام، معناها حتى نكونوا انت امينه واحنا نكونوا زاد امناء مع مكرم، بالعكس معناها هو دعا الى ان تكون هذه القيم السائده ما بين كل الناس بقطع النظر عن الانتماءات السياسيه. يا امينه قال راهو اللي لازم يسود هو انه هالشعب هذايا الطيب يكون متقارب اكثر فاكثر، بعيدا عن كل الصراعات الموجوده او المنافسات والموجود في الشان السياسي. هذا اللي قاله اخونا مكرم، وانا نحييه ونحييك انت على انك تصرين على مثل هذه المواقف. ايوه يلزمنا كلنا نكونوا مع الكل، صوت واحد الكل، سوانسة الكل مع بعضنا. نعم. سواء من قفصه ولا من ساخص ولا يعطيك الصحه. كل ما الكل يد واحد، كل راي واحد، الكل نحمي ثورتنا ونعملوا اللي يصير خير للبلاد، اللي باش يجي خير للبلاد. صحيح صحيح، وهذا هو المهم. اليوم احنا في مثل هذه المرحله التاريخيه اللي تعيشها بلادنا نعيشوها، واحنا سعداء اولا بكون هذه القيم تخلينا في اختبار مع انفسنا. صحيح ربما هذه القيم ساعات تتفاوت، ولكن مع تفاوتها تخلينا نختبر رواحنا هل تراحنا قادرين على ان نصمد في هذه المحن ولا لا. واللي ثابت واكيد ان الشعب التونسي قادر دائما بحكمته وبتبصره، وقادر اولا بهذه القيم النبيله اللي راسخه فيه انه يتحدى كل الصعاب. يعطيك الصحه يا امينه، نحب نحييك ونحيي كل مشاهدينا الاعزاء في قفصه. ومرحبا بك. نحيي الاستاذ احمد واستاذ محمد. شكرا.
معك في الاستوديو. يعطيك الصحة، مع التحية والتقدير ليك يا أمينة. سي أحمد، في ختام موضوعنا، ماذا يمكن أن يقول سي أحمد ونحن التقينا بالتصافي، وأظن أن التصافي هو الذي يختمه ولابد أن يكون دائما هو الموجود. أقول بارك الله في الشعب التونسي وله وعليه، بارك الله فيه وبارك الله له وبارك الله عليه، وعسى أن يأخذ الساسة العبرة مما كان يقوله هؤلاء المواطنون الطيبون من قفصة، من قبلي، من سوسة، من صفاقس، من كل جهات الجمهورية، الكل وكأنهم اتفقوا، ولكن الجميع تكلم بما في نفسه، بما تلقائية في قلبه، بتلقائية. ما فماش علاش نتناحر، ما فماش علاش، لا في مصر ولا في سوريا ولا في تونس ولا في ليبيا ولا في أي بلد إسلامي عربي، ما فماش علاش، لأنه ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. صحيح. اللي فرقنا الكرسي، شوف اللي يجمعنا، الدين، اللغة، الأصل، التاريخ، الوطن، التراب. يا رسول الله، هذم الكل معناها نخليهم ونكفروا بهم ونتنكروا لهم ونديروا لهم ظهرنا وننظروا كان للكرسي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. ربي يهدينا إن شاء الله. عسى أن يلطف الله بالشعب المصري الحبيب، وأن يكتب له الخروج من هذه الأزمة بسلام إن شاء الله وبأقل الأضرار. نسأل الله أن يحقن دماءهم وأن يصون أعراضهم وأن يجعل بلدهم وبلدنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. آمين. سي محمد، من المسؤول على أن يرسخ هذه القيم في القلوب؟ هل ترى الأسرة، المؤسسات، الجماعات؟ شكون اللي لازم يرسخ هذه؟ احنا في حاجه بالحق انه نجم نختلف معاك، ونجم احيانا ربما تكون فما مسافات بيني وبينك في الافكار، ولكن مع ذلك صفي القلب. شو يقولوا احنا في المثل الشعبي؟ خيار المؤمن قلبه الصافي. خيار المؤمن قلبه الصافي. ايوه، ومحلاه هذه القيم، ومحلاه القيم النبيله الماثوره في الاقوال وفي الامثال. هيك اللي تخرج من عمق اعماق هالمواطنين اللي عبروا تعبير صادق على حقيقه التونسي. هذه الاولى. اثنين، المسؤوليه هي مسؤوليه الجميع. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الاسره عندها دور كبير ياسر من خلال التكاتف ومن خلال التضامن ومن خلال التربية اللي تربط بين أفراد الأسرة. المسجد من خلال الأئمة. صحيح. ثم دور كبير ياسر في مستوى تجميع القلوب وفي مستوى تصفية القلوب وفي مستوى الدعوة إلى التآلف. وسائل الإعلام عندها دور كبير وكبير ياسر في مثل هذه الظروف، باش تجمع بين التوانسة وباش تألف بيناتهم. رجال السياسة زاد كيف دورهم كبير في الاقتراب من المواطن ومن مشاغل المواطن والاستماع إليه. ومن خدمة المصلحة متاعه. وكل فرد من أفراد العلماء المفكرين إلى غير ذلك، كلهم راع وكلهم مسؤول عن رعي. ورب إن شاء الله يوفقنا لما فيه الخير، وإن شاء الله يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها. آمين. وما آمين. بطن. شكرا لك أستاذ محمد. الله يبارك فيك. الله مع التحية والتقدير على حضورك، وخاصة فيك. على رحابة صدرك. ربي يبارك فيك وفي جميع المشاهدين. شكرا أيضا للأستاذ أحمد بوشحيمة، مع التحية والتقدير أستاذ أحمد. الشكر لله أولا وآخرا. بارك الله فيك وفي الأستاذ محمد وفي كل المشاهدين الذين تفاعلوا معنا بإيجابية وبأريحية، ونسأل الله أن يكتب الاستمرار لهذه الحصة بما ينفع البلاد والعباد، وهذه القناة الطيبة. شكرا. أن يكتب لها الله الدوام والبقاء والاستمرار على ما يرضي الله وبما يرضي الله إن شاء الله. الله تعالى. إن شاء الله. حاب نعتذر لمشاهدين الكرام لأنه فما عدد وافر من المكالمات الهاتفية، ما نجمناش ناخذوا ربما حتى معناها القدر الكافي منها، ولكن إن شاء الله نعيدكم في حصص قادمة مزيدني علما، نفسح لكم المجال للتعبير ولإبداء الرأي. فشكرا لكم على تواصلكم، مرحبا بكم دائما في زدني علما اللي نتلقاو فيه معكم كل نهار أربعة في التاسعة، وكل نهار جمعة في التاسعة أيضا في توقيت مساء طبعا، ويكون اللقاء بيننا وبينكم عبر فقرات أخرى متنوعة على امتداد برمجة قناة القلم. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.